تحية لكم والسلام عليكم. نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. في البداية أبرز العناوين. مركب جديد لتخزين الحبوب بمنطقة تابزة بأم البواقي بتقنيات حديثة في التسيير. مردود وفير للمشمش بمسعد ولاية الجلفة، والفلاحون يطالبون بدعم آليات التسويق. بعد سنوات من الانتظار، وضع اللمسات الأخيرة للمسبح الجواري بمنطقة فنوغيل النائية بأضرار ضمن برامج دعم التنمية بمناطق الظل. مئة وتسع واربعون حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتماثل 137 للشفاء، وتسجيل 7 وفيات جديدة. الشركة الجزائرية لصناعة السيارات تسلم المديرية العامة للغابات 80 سيارة للتدخل الأولي لمواجهة حرائق الغابات. وفي ثامنة اليوم تتابعون أيضا السلوك الحضري والحس البيئي لشباب جمعية السلام، تعيد البريق لحي سويدان عبد القادر ببلوزداد العريق. تفاصيل الأخبار، أهلا بكم من جديد. المستهل بالنشاط البرلماني، حيث صدق اليوم أعضاء مجلس الأمة على تقرير يتعلق بإثبات عضوية 15 عضوا جديدا في المجلس بعنوان الثلث الرئاسي، وكذا المصادقة على القائمة الإسمية لنواب رئيس المجلس. وهذا خلال جلسة علنية ترأس رئيس مجلس الأمة بنيابة صالح بوجيل، وحضرت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح شهيد الواجب الوطني العريف زناندا مصطفى الذي استشهد بميدان الشرف أول أمس بعين الدفلة، تقدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة إلى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي قيادة وضباطا وجنودا وإلى عائلة الفقيد بأحر تعازيه، داعيا العلي القدير أن يتقبل شهيد الجزائر في عداد الصالحين من عباده. مبروك على الإخوة اللي التحقونا وتنصيبهم رسميا كأعضاء مجلس الأمة ينتمون إلى الثلث الرئاسي. نتمنى لهم كل النجاح في المهام تاعهم. هذه استفاضة جديدة للمجلس اللي راح يدعم أكثر فأكثر نظراً للمهام نتاعه الحاضرة والمستقبل. نبقى على الصعيد البرلماني، حيث درس مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، درس تعديلات الاثني عشر مقترحة في مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، وحال 8 تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها، فيما رفض 4 اقتراحات تعديلات لعدم استيفائها الشروط الشكلية. وبالمجلس الشعبي الوطني دائما رد اليوم وزير المالية عبد الرحمن راوية رد على تدخلات نواب المجلس حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين. وزير المالية أكد الشروع في عدة إصلاحات لعصرنة القطاع، تعزيز الرقابة وتحسين التحصيل الجبائي. لقد تم الشروع في تنفيذ هذه الإصلاحات الجارية حاليا وفقا لأحكام القانون العضوي المذكور من خلال مشروعين أساسيين، يتمثل في أولا الإصلاح الميزاني الذي يهدف إلى الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج والأهداف، وثانيا إصلاح المحاسبة العمومية الذي يهدف إلى الانتقال من المحاسبة النقدية إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. علاوة على ذلك، ستتمحور العصرنة حول النظام المعلوماتي المدمج للتسيير الميزاني الذي سيسمح أساسا بتحسين الشفافية والرقابة الداخلية لتنفيذ النفقات العمومية. أكد اليوم البروفيسور بشير يلس شاوش عضو لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور عبر أثير إذاعة وهران، أكد يلس أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو موضوع للإثراء والنقاش من مختلف الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدا أن جل الاقتراحات المقدمة إيجابية وبناءة. البروفيسور عرج إلى أهم ما تضمنه المشروع التمهيدي من تعديلات.
اللجنة ليست لها شرعية لتفصل في المسائل السياسية. المسائل السياسية تركت للنقاش، تركت للأحزاب السياسية، هي التي عليها أن تقول ما هو نوع النظام الذي تختاره. تحب النظام البرلمنت؟ عليها هي التي تقترح، وليس على اللجنة، لأن كل ما يكون كل الاقتراحات التي يكون لها نتائج سياسية بحثة، هذا المفروض بأن اللجنة لا تتدخل فيها، نتركها للنقاش. في ملف التعاون تكلل اجتماع وزيري الشباب والرياضة سيد علي خالدي ونظيره التونسي أحمد فعلول بالاتفاق على عدة قرارات هامة تندرج في إطار القضايا الرياضية والشبانية ذات الاهتمام المشترك التي سجل بشأنهما الطرفان توافقا تاما. المحادثات سمحت بتعزيز التعاون الثنائي بين بلدين شقيقين في مجال الشباب والرياضة وتنسيق المواقف في المؤتمرات والندوات والمجالس الوزارية المغاربية والإفريقية والعربية الدولية والدعم المتبادل لمرشحين شحي الجزائر وتونس في هذه الهيئات. دعا اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري خلال إشرافه على تسليم مركب تخزين الحبوب بدائرة سيغوس بأم البواقي، دعا المستثمرين للاندماج في مجال تحويل المنتجات الفلاحية، مؤكدا استعداد دائرته الوزارية لدعم كافة المشاريع الاستثمارية سيما الشبانية منها. عماري أعطى تعليمات صارمة لاتخاذ تدابير استعجالية من أجل التكفل الفوري بانشغالات الأطباء البيطريين. عن كثب آمنة بعطوش. تجسيدا للسياسة المنتهجة في قطاع الفلاحة وهي تقريب التخزين بجوار المنتجين، تم اليوم استلام مركب تخزين الحبوب بطاكزة بولاية أم البواقي والذي تفوق سعة التخزين فيه 300,000 قنطار. التسليم أشرف عليه وزير الفلاحة والتنمية الريفية الشريف عماري، والذي أكد على ضرورة التحكم بالتكنولوجيا العالية في تسيير المركب والاستثمار في الطاقة الجزائرية. وكنت أعطيت تعليمات باش نتوسعوا في التقرب في التخزين، باش نكونوا في التخزين يعني في جوار المنتجين، وجميع التدابير تاع تسهيل في التخزين تاع المنتوج تاعنا، وهذا ما يخلينا ان شاء الله مرتاحين ونتفائلوا خير. المكسب هذا الاستثمار كبير، هو يعني يسير بالتكنولوجيا عاليه ويسير بالرقمنه، وانا كنت عاينت القدرات الجزائريه في مهندسين جزائريين متحكمين بهذا التسيير. هذا هو اللي الشيء الاساس هو ناكدوا عليه على يعني التكوين والثروه البشريه، الثروه البشريه هي الدائمه وهي العنصر الاساسي في معادله الامن الغذائي. وتدعيما للشباب المستثمر، تنقل السيد الوزير الى مزرعه عجون السبتي بمنطقه سيلا، اين قدم له كل التسهيلات لتوسيع مستثمرته. مبروك عليك، عندك قوت عندك الباسان تاع الدوله عطاتو لك اعتماد، هذا اليوم جبتو لك انت كي شفت البارح المزرعه تاعك. ومازال خير قدام، ومازال تتوسعوا لقدام باش تنجح انت وينجحوا معك الشباب الاخرين. ليختم الوزير زيارته بتسليم شهادات رخص الصيد لعدد من الصيادين الذين تلقوا تكوينا على ذلك. في سياق ذي صله، ورغم الوفره في منتج المشمش بمسعد ولايه الجلفه، الا ان الفلاحين يرفعون جمله من الانشغالات على راسها التسويق، يقول محمد ياسين نقاش الذي اعد الربورتاج التالي. نوعية خاصة من المشمش ينتج هنا بمدينة مسعد، جودة موجودة والإنتاج وفير. من حيث النوعية ممكن المشمش في مناطق أخرى، لكن الخصوصية نتاع مسعد في المشمش اللي موجه للتصنيع، خاصة المشمش المربى نتاع المشمش، لأن المربى نتاع المشمش يدار بنوعية خاصة بالمنطقة اللي هي المشمش العربي. لكن مشكل الكهرباء الفلاحية والتسويق وغيرها ينهك كاهل الفلاحين. بدأوا في يقطعوا في الأشجار. علاه؟ نتيجة التسويق السعر تاع المشمش ولات حتى يرموه في الشارع. اليوم يحتاج فلاح مسعد إلى الدعم لتسويق منتوجاتهم الفلاحية. ونتمنى وإن شاء الله ناس مستثمرين اللي يجيو لهنا يستثمروا هنا في الولاية، ورحنا مستعدين باش نعطيهم كل يد المساعدة، لأن كي نتكلموا على الفاكهة نتكلموا على الشجرة، نتكلموا على الفاكهة، نتكلموا على المنتوج، ونتكلموا إن شاء الله من بعد على التحويل، على صناعة التحويل. إذن تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية من شأنها دعم الاستثمار الفلاحي ومضاعفة الإنتاج.
شدد اليوم وزير الموارد المائيه رزقي براقي خلال تفقد السد الجوفي ببلديه دجموت بالاغواط على ضروره احترام القيمه التاريخيه لهذه المنشاه في عمليه الترميم وتسليمها في الاجال المحدده الى الوكاله الوطنيه للسدود، وهذا بهدف اعاده تهيئتها وتسييرها بما يتماشى احتياجات المنطقه ذات الخصوصيه الفلاحيه. رزقي براقي منح الضوء الاخضر للشروع في دراسه استكمال مشروع بناء الجدار الفاصل بين مدينه الاغواط ومجرى وادمزي. سهيل بن دانيا والمزيد. يعتبر مشروع سد سكلفة بالأغواط من أهم الحواجز المائية التي تسمح باستغلال مياه الأمطار في ري آلاف الهكتارات، مع تزويد البلديات المجاورة لوادي مزي بمياه الشرب. مشروع كان محل معاينة من طرف وزير الموارد المائية براقي أرزقي. اطلعنا على تقدم الأشغال، اليوم رانا في اللمسات الأخيرة، السد راه الأشغال انتهت على مستوى السد، حيث قمنا بتعلية السد باش نستفادوا بكمية إضافية، وإن شاء الله في آخر سبتمبر راح ننتهم كل الأشغال. وهذا السد موجه أساسا إلى المياه الصالحة للشرب، راح تستفاد منه 5 بلديات، وندرسوا باش نشوفوا الطريقة اللي يمكن نضيفوا بلديات أخرى باش العدد الكبير تاع البلديات على مستوى الولاية يستفادوا من هذا المنشأ الكبير. ولإعادة إطلاق الأشغال لبعض المشاريع بالولاية، وقف الوزير على مشروع محطة تصفية المياه بأفلو الذي توقف منذ 2016 بعدما بلغت نسبة الإنجاز به 60%. محطة تصفية المياه بأفلو اللي توقفت منذ 2016 بعد فسخ الصفقة مع الشركة الفرنسية، اتخذنا قرار إعادة انطلاق في المشروع في هذا الأسبوع إن شاء الله، وكلفنا مؤسسة وطنية بالأشغال. كما أكد براقي على ضرورة إعادة الاعتبار لمشروع السد الجوفي بتجموت مع الاهتمام بمشاريع تزويد المواطن بالماء الشروب والرفع من قدرات التخزين والتوزيع. أكدت اليوم وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة خلال زيارتها لولاية المسيلة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالحاضنة نسيم ضيافات، أكدت فريحة على ضرورة الاعتناء بالتكوين وترقيته في مجال الصناعة الغذائية، مشددة على أهمية دور المرافقة المستحدثة في مرافقة الشباب لتجسيد مشاريعهم. للتلفزيون وليد قدري. أكثر من 4300 شخص تخرجوا من مراكز التكوين المهني بولاية المسيلة سنة 2019 لوحدها، وهو تلقائيا عدد ليد عاملة مؤهلة يمكنها أن تصنع الفارق في الاقتصاد الوطني كحال هذه المؤسسات التي استفاد صاحبها من التكوين ومن آليات دعم الشباب ليصبح نموذجا ناجحا شملته الزيارة كنموذج يجب أن يحتذى به دعما للإنتاج الوطني. في هذه الأزمة أبدع شباب التكوين المهني مع الأساتذة تاعهم قدروا يخلقوا ويصنعوا أجهزة جد دقيقة. اليوم أنا واش طالبة منهم؟ يصنعني الأجهزة اللي يحتاجها المجتمع، ثلاجة، مبرد، أي حاجة ما نقدروش احنا إلى ما لا نهاية نقعدوا نستوردوا. شبابنا محتاج يخدم وإحنا قادرين نحن نعاونوه نرافقوه. دور المرافقة لخريجي قطاع التكوين آلية جديدة للتنسيق بين ميكانيزمات الدعم وتشغيل الشباب والشاب وفقا لتكوينه، وهذا ما تعكف عليه دار المرافقة بولاية المسيلة لتفادي حالات المشاريع الفاشلة. الهدف الواحد والوحيد هو أن المؤسسة تاع الشاب تنجح. اليوم لازم نتوقف عن خلق مؤسسات يعني ميتة. وعلى غرار عدة مشاريع تابعة للقطاع، شملت الزيارة معاينة حاضنات مشاريع أجمل ما فيها اختراعات قدمها أطفال صغار رسالتها أن المستقبل أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أكدت اليوم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث لدى تدشينها لمركز الردم التقني لمدينة مستغان مرفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسن مرموري، أكدت أن هذه المراكز ستتحول تدريجيا إلى مركبات متخصصة في فرز وتدوير ومعالجة مختلف أنواع النفايات. وبهذه المناسبة تم إطلاق الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ والعملية الوطنية لمراقبة مياه البحر. المراسلة لكاميلي حمو. القضاء نهائيا على المصبات العشوائية للمياه المستعملة في البحر هو من أولويات قطاعي البيئة والسياحة. ولاد بوغالم واحدة منهم، هو الكارثة بيئية بالنسبة إلى وزارة البيئة. فوزارة الموارد المائية راهي سجلت المشروع في مجال قانون المالية 21، وإذا ما كانش له الحد باش يفوت فيه حلول بديلة. الشيء اللي شفناه يعني مع بعض هو أنه فيه تكفل كبير من طرف الدولة للبيئة بصفة عامة وللنفايات ولمصبات المياه بصفة عامة. كما قامت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حرات بتدشين مركز للردم التقني بأعالي الحشم. سوف يسمح هو مركز الردم اللي فيه سوليسيون انتغري بور تو لي ديشي، يعني وغادي هو رايح يسمح لمدينة مستعلم باش تريح شوية من النفايات يخفف عليها الضغط على النفايات. وعلى هامش الزيارة نوه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسن مرموري على مجهودات الفاعلين في القطاع خلال جائحة كورونا. مساهمة الحرفيين على المستوى الوطني اليوم يعني بلغنا الهدف المسطر الأول والمتمثل في إنتاج أكثر من 500,000 كمامة يوميا. الآن الهدف هو الوصول إلى 1,000,000 كمامة يوميا. كما أعطيت إشارة انطلاق الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ وكاد العملية الوطنية لمراقبة مياه البحر، هذا في حالة افتتاح موسم الاصطياف ورفع الحجر الصحي. تعزيزا لجهود مواجهة حرائق الغابات، استلمت المديرية العامة للغابات 80 سيارة للتدخل الأولي من الشركة الجزائرية لصناعة السيارات، وهذا من علامة مرسيدس بانز التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المزيد مع هشام بوميدة. الصناعة العسكرية تعزز قدرة حظيرة محافظات الغابات، حيث تم اليوم
بالشركة الجزائرية لصناعة السيارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني تسليم 80 سيارة للتدخل الأولي من نوع مرسيدس بنز، استلمتها المديرية العامة للغابات بتيارت. الدفعة الأولى دينا في 2018 44 سيارة، 2019 40، وعام سنة مالغري الجائحة الاقتصادية ولا الكريز ايكونوميك، الدولة الجزائرية رافقت قطاع الغابات، زادت لنا 80 سيارة، واللي جعلنا إن شاء الله نخلقوا 10 أرتال متنقلة جديدة. حنا فيما يخص الغابات عندنا في من بين 48 ولاية، عندنا 40 ولاية متضررة من جراء الحرائق، دونك من بين 40 الولايات هذو رايحين يكونوا عندنا 20 أرتال. هذه الدفعة من السيارات هي الثالثة، ستشكل 10 أرتال متنقلة جديدة للتدخل في مجابهة حرائق الغابات، وبهذا يوفر رتل متنقل لكل ولايتين. وحفاظا على المنتج الوطني، من التمور انطلقت اليوم من ولاية بسكرة الحملة الوطنية التحسيسية ضد حرائق النخيل. المتابعة ليونس لكحلديب. أكثر من 8000 نخلة أتلفتها النيران خلال السنة الماضية بولاية بسكرة، عدد تسعى مديرية الحماية المدنية إلى التحكم فيه من خلال إجراءات عديدة تهدف إلى مرافقة الفلاحين حتى نتمكنوا من تقليل من الحاصلات المسجلة السنة الماضية، خاصة تلك المتعلقة بحرائق النخيل والأشجار المثمرة. ولاية بسكرة معروفة بنشاطها خاصة في المجال الفلاحي، لابد من مرافقة الفلاحين وأيضا تكوينهم في مجال التدخلات الأولية حتى نتمكنوا تكون عندهم الكفاءة اللي حتسمح لهم من تأمين محاصلهم. لما نشوف العتاد المتوفر من طرف سواء مديرية الحماية المدنية على مستوى ولاية بسكرة أو الدعم الذي جاءنا من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، إن شاء الله نكون إلا متفائلين. تتعدد الأسباب لاندلاع الحرائق وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى استهتار الفلاحين في تنظيف البساتين. الحماية المدنية راح يشاركوا فينا، هدفنا الأساسي هو أننا نوعي الفلاح به يأخذ احتياطاته حتى إذا وقعت لا قدر الله ما هي الإجراءات اللي يأخذها، يبدأ يتصل يعني وكاين بعض الحاجات اللي الفلاح نفسه يأخذها احتياط. بالنسبة للنخيل بساتين النخيل، كل فلاح نظف بستان تاعو بيعوش كاين حريق حتى كيرجعو حريق خفيف. الحفاظ على المنتوج الفلاحي الوطني والأمن الغذائي وخاصة النخيل باعتباره ثروة وطنية المحافظة عليها واجبة. في مستجدات الوضعية الصحي في البلاد، عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا دكتور جمال فرار عرض الحصيلة بالأرقام والمؤشرات. مع تسجيل 149 حالة جديدة يصبح العدد الإجمالي 11920، أي بمعدل 27 حالة لكل 100,000 نسمة، وعلما أن 12 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الوفيات، سجلنا 7 وفيات جديدة رحمهم الله، بهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى حد اليوم 852، علما أن 75% من الوفيات عندها عمر تاعها 60 سنة فما فوق، وربع حالات في بين 7 حالات عندهم مرض مزمن. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة بها، عددهم وصل إلى حد اليوم 8559، منها 137 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به حتى اليوم، عددهم 25598. أما فيما يخص الحالات الاستشفاء، عندنا 9 حاليا 39 حالة في العناية المركزة. وإلى مستوى غانم، حيث غادر اليوم أزيد من 116 مواطنا ممن تم إجلاؤهم من المغرب، غادروا مركز الحجر الصحي دون تسجيل أي إصابة بالكورونا، تقول عمارية نهري. 15 يوم من الحجر الصحي بمستغانم ل116 مواطن مقيم بالمغرب ولم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا. الحمد لله فاتت على حسب الطاقم الطبي تاعنا اللي نتصلوا معه يوميا نتصلوا معهم نطلبوا منهم الحالات الصحية
تاع مواطنينا ولم نسجل اي حاله الحمد لله. اليوم سي لو ديبار تاع لي باساجي هادو فير توت لي ديستيناسيون عبر اتجاه الاقطاب الوطنيه. كل ظروف الاقامه بالفندق تم توفيرها للمقيمين من الرعايه الصحيه الوجبات وغيرها. جينا عندنا 14 جوغ ملي جينا، مي الحالات كانت الحمد لله يا ربي قيموا بنا بزاف، وسورتو القطاع الطبي هذوك البي اس بي موسطا، والله نشكرهم بزاف بزاف. استقبال زوين كما يقولوا الجزائري، تبارك الله عليهم ويرحم والديهم على اللي داروا وربي يبارك لهم. ورانا كملنا اليوم اللهم لك الحمد، كملنا 14 جوغ تاعنا كانت في القمه الله يعطيهم الصحه. انا كنشكر على جال حنا اموان في الجزائر، الكونفينمون تاعنا مش خالصه، في البلدان اخرين يخلصوا فيهم. نشكر الجزائر على اللي استقبلتنا، ما جانا وما خلصنا حتى شيء. الشيء اللي داروه واستقبلونا به ما نقدرش نعبر لكم، والله ما نقدر نعبر لكم. احنا كنا في حيره والحمد لله كي صيفطونا الطيارات وقلعون علينا هذا الغبينه، واش نقول لهم؟ الله يحفظهم. كما تم تخصيص 7 حافلات نقل معقمة ومجهزة لنقل المواطنين المقيمين بالمغرب إلى ولاياتهم الأصلية. عودة سالمة للجميع. في لفتة تضامنية مع أبطال الصفوف الأولى في مواجهة وباء كورونا، بدرت اليوم رابطة الجزائر للدفاع عن حقوق الإنسان، بدرت بتكريم ثلة من الأطقم الطبية ومسؤولي التنظيف والتعقيم بمعهد باستور بدال إبراهيم بالعاصمة، وهذا عرفانا وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة كوفيد-19. وضمن الجهد الوطني لمكافحة هذه الجائحة تم توزيع أزيد من 140 ألف قناع واق على المواطنين بولاية بومرداس. عن كثب المتابعة لفؤاد حماني. هذه إحدى ورشات صناعة الأقنعة الوقائية الموجهة لمواطني دوائر ولاية بومرداس، ورشة تعمل على مدار الساعة منذ بداية ظهور كوفيد-19. Je travaille dans l'IDARA, voilà, on a un firon. On a travaillé déjà pendant le mois de Ramadan. On a préparé 7700 bavettes. Diru 150 hakak fi nhar. مع الكمامات، ومن اللي بدا الوباء ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. لان استشرنا لجنه ووافقت على العمل بهذا الكمامات، وهذه الكمامه يعني هي احسن لانه كي نمدوها للناس باش تعاود توليزا. دور مهم تلعبه هذه الورشات التي تتبع قطاع الشباب والرياضه والتكوين المهني بالتنسيق مع الجمعيات المحليه التي بدورها توزعها مجانا. وخذينا عملية توعوية تحسيسية في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19 باقتناء كمامات توزيعها للمواطنين، وكذا اقتناء هواتف نقالة لأخصائيين نفسانيين تابعين لقطاع الشباب والرياضي ومؤسسة الشباب. عملية وطنية تحت إشراف الحكومة، وسنواصل على هذا المنوال بعد أن وصلنا إلى حد الساعة على مستوى ولاية بومرداس من إنتاج ما يقارب 450 ألف قناع واقي عن طريق العملية التضامنية. وفي عملية تضامنية ثانية تم توزيع أزيد من 140 ألف كمامة منتجة محليا، إضافة إلى هواتف نقالة لصالح الأطباء النفسانيين المساهمين في تقديم الاستشارات النفسية جراء الجائحة. هذا إذن عن ولاية بومرداس. تحسبا لاستئناف الرحلات الجوية، تدابير وقائية وإجراءات مكثفة اعتمدتها إدارة مطار قمار بولاية الوادي من أجل ضمان سلامة وأمن المسافرين. المزيد مع سمية مزوحر. مخطط وقائي سطرته إدارة مطار قمار بالوادي استعدادا لاستئناف رحلات جوية. من إجراءات السلامة تفعيل التباعد الجسدي في جميع فضاءات الانتظار بالمطار، حواجز منظمة لحركة المسافرين، وصلات تحسيسية بشاشات عرض المعلومات، ناهيك عن توفير محلول كحولي مطهر في مختلف المرافق بالمطار. على مستوى المطار لازم يكون في عمل احترازي أقصى، بحيث انه العمل حركه المسافرين كما تعرف مطار قمار حركه مهمه جدا، تعرف عندنا خطوط وطنيه كثيره وعندنا خط دولي في اتجاه باريس، هذا يخلي نتوقع ان الحركه تكون كبيره، فبالتالي انا اعطي التعليمه من اجل تطبيق التوصيات والقوامر تاع وزاره النقل بحذافيرها وبكل دقه حتى نضمن امن وسلامه كل المرتفقين.
تأطير صحي وحرص على فرض التقيد بالتدابير الوقائية اللازمة في مختلف مراحل ولوج المطار لضمان استقبال آمن ومطمئن للمسافرين. هذا رانا في التحضيرات باش ان شاء الله يعاود يربروني المطار الرحلات المنتظمه تاعه وفي امان المسافرين والعمال المطار وكل الناس تلتزم بالاجراءات الوقائيه باش الناس كل تسافر بسلامات وترجع بسلامات. حاليا والله في انتشار الوباء هذا نستعملوا جميع المعدات الصحيه منها الكمامات والاقنعه و القفازات حفاظا على السلامة تاع المسافر وتاع الموظفين تاعنا. مطار قمار بالوادي استوفى كافة التحضيرات وهو في أتم الجاهزية والاستعداد لاستقبال المسافرين في أحسن الظروف. الضوابط الشرعية والقواعد العلمية لنظام غذائي متوازن في زمن الكورونا، محور ندوة إعلامية أشرف عليها اليوم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وعبد الله غلام الله، وهذا بمشاركة ممثلين عن وزارتي الصحة والتجارة وكذا جمعية حماية المستهلك. العلم يتجدد وفي كل مرة يجد، كلما تجدد إلا وهو يجد في هذين المنبعين يعني مصدرا وقوة ودفعا إلى الأمام، وكفى أن نقرأ وقل ربي زدني علما، فنحن نتعلم باستمرار ونشكر العلماء الذين يسيرون هذه هذا المنهج، منهج ربط العلم بالجانب الروحي. جهود الأطقم الطبية متواصلة، حيث نجح فريق من الأطباء بمستشفى محمد بوضياف ببشار في إجراء عملية ولادة قيصرية لزوج من قصاري القامة. المراسلة لدنيا نواري. هو يوسف رحماني وزوجته مريم، زوج من قصار القامة، جمعتهم الصدفة وتعاهدا على عدم الانفصال لتكون ثمرة هذا الزواج أول عملية إنجاب قيصرية يشهدها مستشفى محمد بوضياف ببشار. جاتني سوربريز من عند ربي الحمد لله، وقفت معايا العائلة تاعي، الطاقم الطبي، زوج تاعي، أحبابي كاع، يا ربي لك الحمد. كانت متابعة جيدة، الحمل من الأول كان عندها مليح، تبعتها وفعلا الطبيبة ديسيدات باش دير لها لا سيزارين نظرا لقامتها، ولذلك سخرت لها كل الموارد البشرية. يؤكد الأطباء أن فترة الحمل كانت ميسرة بفضل الله، وها هي تنجب اليوم أجمل طفلة لتسميها مرام. جاتنا حالة وأنا على أبواب التقاعد أول مرة نشوفها في حياتي. الحمد لله راهي في صحه جيده، والبيبي الثاني نتاعها ساره في صحه جيده، لو سكس فيمينا اي لو بوا دو نيسانس سي 2.5 كيلو، لابغار 9 ديزيام، على 5 ديمينوت سي 10 ديزيام، والحمد لله يا ربي. منا وليد ولا بنيه، وربي يرزقني ببنيه والحمد لله. والحمد لله سلامات زوجتي، دارت العمليه وخرجت ناجحه، نعيشها كي السلطانه ان شاء الله، يا ربي يوفقني ويطول لي العمر. وتستمر الافراح في زمن كورونا لتكتمل سعاده هذين الزوجين، فبارك الله لكما فيها وجعل لكما في تربيتها الاجر الكثير. غد العيش ان شاء الله ليوسف ومريم ومرا. رغم جائحة كورونا تشق التنمية طريقها نحو مناطق الظل، إذ يشهد المسبح الجواري مدينة فنغيل بأضرار وتيرة متسارعة لاستكمال لمساته الأخيرة لتسليمه قبل زوال وباء كورونا. مزيد مع وهيبة مزوج. أمين، محمد وغيرهم من أطفال مدينة فنغيل بولاية أضرار يزداد اشتياقهم يوما بعد يوم لمعانقة مياه هذا المسبح الذي يعرف الرتوشات الأخيرة لافتتاحه مع زوال كوفيد-19 بعدما كان مصدا لسنوات. خدموا لنا لبيسين بفارق الصبر باش يحلوها لنا ونجو نعوموا فيها. فرحان بزاف خاطر فتحونا هاد لبيسين واني فرحان بزاف. كنا في المقدم كنا نعوموا في البسانات، ان شاء الله تنفتح لنا، ان شاء الله نحنا هاد الوباء وتنفتح لنا لبيسين ونجو نعوموا فيها. عندنا مسبحين في طور الانجاز، عندنا مسبح هذا اللي تكلمت عليه الاوت، هو مسبح فنغيل
وين نسبة تقدم الأشغال فيه هي حوالي 98%. عندنا كذلك مسبح على مستوى أوغروت اللي راح حوالي 86%، وسيتم كذلك الانتهاء منه في أواخر شهر جوان. تقريبا هاد المسبحين يضافوا 15 يكون يعني عندنا 17 تجهيز خاص بالسباحة. رخصة البرنامج تقدر بحوالي 23 مليار سنتيم. تجسيد مثل هذه المشاريع في الجنوب يحقق العناية اللازمة لفئة الشباب. ومن الجهود الحثيثة للتنمية بولاية أضرار إلى التجليات العملي التضامني والجمعوي بريزي. ففي إطار تسهيلات منح الاعتماد للجمعيات ذات الطابع الخيري والتضامني، استفادت جمعية أشكال بإليزي من الاعتماد في ظرف وجيز. يقول إبراهيم بالخير. بعد مساهمتهم الفعالة في الأعمال الخيرية والتضامنية في زمن الكورونا، بادر حسان ومجموعة من الشباب إلى تنظيم عملهم وفق أطر قانونية بعد الإجراءات التسهيلية لإنشاء الجمعية المحلية. ما كناش من متصورينها، يعني دخلت هزيت الملف ودخلت في الموقع نتاع وزارة الداخلية، خرجوا لنا البيانات المعلومات، عمرنا المعلومات نتاعنا، سهلوا لنا الإجراءات اللازمة. لهذا نشكرهم يعني على المبادرة هذه اللي داروها، حاجة زينة إن شاء الله، ونتمنوا لكل رؤساء الأحياء ولا جمعيات إن شاء الله تعم الولاية. بعد 4 أيام على التسجيل عبر المنصة الرقمية تتحصل الجمعية على الاعتماد الرسمي، وهي مطالبة بتحقيق أهدافها المسطرة ضمن الإجراءات القانونية. تأسيس جمعية جديدة تابعة لحي الجكال خوت في منطقة النشاطات تابعة لبلدية إليزي، وفيه إقبال تاع تأسيس الجمعيات من طرف المواطنين، وتكون معالجتها في أقرب وقت بدون تعطيل. إن هذه الإجراءات المتخذة تعتبر دليلا على الإمكانيات التي توفرها الدولة والتي تسعى السلطات المحلية والمركزية إلى تجسيدها من أجل تقديم خدمة عمومية مميزة، وبالتالي الوصول إلى إدارة إلكترونية محضة. العملية التي عممت على كل بلديات ولاية إليزي لاقت إقبالا واسعا من قبل الشباب لتأطير نشاطاتهم المختلفة، رافعين شعار معا للجزائر. والجزائر تتوج للمرة الثانية على التوالي بجائزة خدمة الزبون الدولية في المسابقة السنوية التي ينظمها الاتحاد الدولي للبريد بمشاركة 184 دولة. يوسف طافر. بفضل جهود المخلصين كان التتويج، وكان الاعتراف بفرسان الخفاء والمحافظين على الأمانات. هي خدمة الزبون بامتياز، هو البريد السريع أماس الذي يتعامل مع القارات الخمس ومع كل مناطق الجزائر بمداشيرها وقراها ودروبها وأزقتها. نلحق للسونتر تاع شلف، نحط سلعه تما، ويجوا لي شوفور تاعي من وهران ومن شلف يعطوني سلعه لي جايه من الغرب من كاع لي ولايه، ونحبطها لالجي. بارابور على بكري كنا نروحو بوالو وفورغون برسك فاره، مي دوكا ما شاء الله. لي ساكسون سيلي سما مغلوقين على جال الامن تاع الطرود تاعنا، ومن بعد صرا لو شارجمون تاع لي نافيت، واللي نافيت يروحوا في الليل. ما توقفناش على العمل، والنسبه تاع الطلبيات زادت، وحنا رانا متجندين ليل ونهار. خلية نحل تعمل ليلا نهارا من اجل الخدمه الجيده للزبون. خاطر احنا نتعاملوا مع 184 دوله، نعطوا لهم طرود، هما يعطوا لنا طرود، وكل واحد يقيس مده الاستلام دونك هاد ومده الجواب على الاشتغالات تاعهم والمشاكل تاعهم. احنا كنا تعاملنا في اقصر ازمنه اللي تتجاوز 20 ثانيه، لم تتجاوز 20 ثانيه. دونك الجزائري يخدم الامكانيات، برك كيكونوا الامكانيات وكاينه روح العمل ان شاء الله، ونقدروا نديروا اكثر من هكذا ان شاء الله. فوز البريد السريع بالجائزة الدولية هو انتصار للقدرات والكفاءات الجزائرية، هو انتصار لجزائر لا تعرف المستحيل. هنيئا للمتوجه. أجلت اليوم محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة النظر في قضايا تتعلق أساسا بالفساد متهم بها رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى الفاتح جويلية القادم، وذلك لعدم حضور جميع الأطراف بما فيها المتهم الرئيس والوزير الأسبق أحمد ويحيى.
ويتابع رجل الأعمال محي الدين طحقوت بتهم ذات صلة بالفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين، ويتابع معه أيضا العديد من المسؤولين والوزراء السابقين. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة الجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت أمس مفرزة المشتركة للجيش الوطني الشعبي 3 أطنان و22 كيلوغراما من الكيف المعالج، وهذا على إثر دورية بحث وتفتيش قرب أم العشار بتندوف. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش ببرج باجي مختار 5 أشخاص وحجزت 5 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. فيما أحبط حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية ل57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران، كما تم توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وتيرمسان. على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر من خلاله فتاة محتجزة داخل غرفة يتم تعنيفها والاعتداء عليها بالسب والشتم مع التشهير من قبل فتاتين، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر باستغلال هذا المقطع، حيث تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي تمكنت من تحديد هوية الضحية القاصر وهوية المشتبه فيهما. تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية براقي بعد تسخير كل الإمكانيات العلمية والتقنية من تحديد هوية الضحية القاصر من جنس أنثى، مع تحديد كذلك هوية المشتبه فيهما. تحت الإشراف الدائم المستمر للسيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، سارعت عناصر الفرقة إلى وضع خطة عمل ميدانية سريعة مدعومة بعملية ترصد واسعة أفضت إلى توقيف فتاتين المشتبه فيهما، مع توقيف مشتبه فيه ثالث من جنس ذكر ضالع في القضية، حيث تعرفت عليهم الضحية من الوهلة الأولى، كما قامت هذه الأخيرة بترسيم شكوى رفقة وليها الشرعي. انتقلت اليوم إلى رحمة الله الصحفية بجريدة المجاهد ليليا علواش المعروفة إعلاميا بحورية أكرم، غدا بعد صراع مع المرض. الفقيدة من الرعيل الأول الصحفيين بجريدة المجاهد بمسار مهني مدته 3 عقود حافل بالإنجازات من خلال التغطية الإعلامية لمختلف الأحداث الوطنية الكبرى. إثر هذا المصاب الجلالي يتقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر بإخلاص التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيدة وكل الأسرة الإعلامية سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. قررت اليوم وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قررت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وهذا نظرا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد، وحرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا بما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من هذه الجائحة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية. أما الآن حول العالم، طواف إخباري في جولة سريعة من توقيع خالد ذهبي. في وقت تستعد فيه بعض الدول إلى تخفيف القيود، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس يتسارع حول العالم، وفيما تعدت حصيلة ضحايا كورونا 471 ألف حالة وفاة عالميا، تجاوز عدد الإصابات 9 ملايين حالة. أسرع قطار في العالم يكمل رحلته التجريبية انطلاقا من شانغهاي بسرعة تصل إلى 600 كيلومتر في الساعة، وبعد عمل متواصل لعدة خبراء على مدار 4 سنوات، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة نهاية العام. في زمن كورونا، حفل أوبرالي لا يلتزم بقواعد التباعد ولا يرتدي متفرجوه وسائل الحماية، فالمدعو هو الطبيعة التي تنفست مجددا خلال الأزمة الوبائية، ومن حقها حسب منظمي الحفل أن تستمتع بفن تروي به ظمأ من نوع آخر. اعتدنا يا خالد أن نعشق الطبيعة، أما أن تعشق الطبيعة الفن فذاك شأن آخر.
احياء لامجاد الرياضه الجزائريه اشرف اليوم كاتب الدوله المكلف برياضه النخبه نور الدين مرسلي رفقه الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات نسيم ضيافات على تكريم كوكبه من المع نجوم الرياضه الجزائريه. للتلفزيون دنيا حجه. ست مكرمين لألمع نخبة الرياضة الجزائرية نظير ما قدموه للجزائر وللجمهور الرياضي. لأول مرة نقول لك من اللي حبس كرة القدم لأول مرة وينشت مينيست عرض اللاعبين القدامى ولا جا وكرمهم، هذه حاجة مليحة ومبادرة مليحة. الالتفاتة لهذه النخبة وتكريم لكل من صنعوا أمجاد الجزائر وما ينتظر من الأجيال الصاعدة. كي نقولوا احنا النخبه الوطنيه، النخبه ما راهيش في المنافسه الرياضيه، ولكن كاين رياضيين قدماء، كاين مدراء، كاين شخصيات رياضه اللي دارت التاريخ، وانتم عطيتونا وفرحتونا ودرتوا الكثير للرياضه الجزائريه، ولهذا نقول انتم دائما قدوه لنا وقدوه للجيل المستقبل. والعطاء لهؤلاء الرياضيين لا ينتهي عند هذا التكريم، بل ثمه استعدادات لتقديم المزيد للرياضه الجزائريه. يعني حتى في لي كلوب دو فوتبول نقدروا يعني ممكن لبريفي انه يونجاجي في هذا في 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 هذا في هذا في هذا الميدان. حنا اليوم اون اوفر توت لي بورت. تحدثت مع سي مورسلي قلت له لازم اليوم نوجهوا الشباب انهم يفتحوا مؤسسات في هذا السياق. والتكريم هو تتويج مستحق ولكنه مسؤولية على عاتق كل متوج. نبقي على الرياضة حيث تم اليوم تعيين مجيد بوغرة مدربا للفريق الوطني للاعبين المحليين، وهذا خلف لباتيلي المقال. المزيد مع توفيق دربال. تعيين الماجيك جاء بالتشاور مع مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي حسب ما جاء به بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وستكون مهمة القائد السابق للخضر تحضير النخبة الوطنية المحلية لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين التي تحتضنها الجزائر بعد فشلها في التأهل إلى شان الكاميرون. وسوف لن تقتصر مهمة مجيد بوغرة على مراقبة ومتابعة لاعبي البطولة من أجل استدعائهم للمنتخب الذي سيشرف على تدريبه، بل تتعدى حتى المنتخب الأول بالتعاون مع مدرب أبطال إفريقيا جمال بلماضي. مجيد بوغرة الذي خلف لودوفيك باتيلي المقال بعد فشله في قيادة المحليين والأولمبيين في بلوغ الأهداف المسطرة وهي التأهل إلى أولمبياد طوكيو وشان الكاميرون، سيعمل على إعادة الثقة للاعب المحلي والتفكير بالمدى المتوسط على الأقل، لأن خبرته بالملاعب الإفريقية تسمح له بذلك، وهو الذي أدى مشوارا إيجابيا مع المنتخب الوطني منذ التحاقه به وتألقه بمختلف الأندية التي لعب لها كغلاسكو الأسكتلندي، فكان من أحسن لاعبيه وكذا لاخويا القطري، إضافة إلى تجربته التدريبية بالإمارات العربية المتحدة بقيادته لنادي الفجيرة. هذا وأكدت مصادر موثوقة للتلفزيون الجزائري أكدت أن مجيد بوغرة سيكون ضمن طاقم المنتخب الأول مع جمال بلماضي على أن يمضي العقد بعد عودة الرحلات الجوية الدولية، حيث سينشط ندوة صحفية مع الناخب الوطني جمال بلماضي. بذر أعضاء شباب جمعية السلام بحيب الوزداد بحملة تنظيف واسعة للمحيط وإعادة تهيئته بلمسات جمالية، عادة البريق إلى جدران الحي العتيق تحديدا حي سويدان عبد القادر. تقول هند شرفي. هنا وسط حي سودان عبد القادر بالوزداد بالعاصمة تتضفر جهود شباب متطوع بجمعية سلام من أجل التنظيف وإعادة تهيئة الحي لضمان راحة الساكنة. هو تنظيف الحي لتفادي فيروس كورونا، وعندنا نديروا تعقيم في الحي تاعنا قريب يوميا، ونديروا عملية تحسيس مع خاطر حنا عندنا المارشي، عندنا بزاف لو فايف كما يقولوا، حنا كونتيزيو ما بيناتنا، ولكن تشوفي فيهم هذا الديكور كاع بدراهمنا، كيما البياض نتاع التعقيم، كيما التيو، في بزاف امور حنا شريناهم. وللوحات الفنية والجداريات التي تم تشكيلها برسومات جميلة حصة الأسد بالحي التي تفننت في رسمها أنامل هؤلاء الشباب. من ذاك هم يديروا لنا ليزاكتيفيتي، أنا نرسموا معاهم، نتعلموا حوايج مليحة. باش هكا حومتنا تكون نقية وتكون شابة، ما ملي يجونا الزوار هكذا باغ اكزومبل يجونا الزوار يشوفوا يقولوا عندهم حومة شابة وقايمين بها. والحمد لله كاين كاع لي كاتيغوري، كاين كبار كاين صغار متوسطي شباب،
كل واحد يعاون بالمقدور تاعو. وكان عندنا جدران شويه ماشي مليحه ماشي شابه، كنا نباهيوها بهذه الرسومات ويكون مليحه للبيئه وللحي في نفس الوقت. نقدروا نعاونوهم ماديا، عندنا اون كوتيزاسيون نديروها شاك موا، هي كي سي سيمبوليك 200 دينار 20000، ونعاونوهم كي يكون عندنا الوقت ثاني نقيو معاهم نغرسوا معاهم نسبغوا معاهم. فتعميم مثل هذه المبادرات بباقي الأحياء خطوة إيجابية نحو الأفضل. بقي المذكرة بأبرز محطاتنا الإخبارية. مركب جديد لتخزين الحبوب بمنطقة تافزا بأم البواقي بتقنية حديثة في التسيير. ومردود وفير المشمش بمصعد ولاية الجلفة، والفلاحون يطالبون بدعم آليات التسويق. بعد سنوات من الانتظار، وضع اللمسات الأخيرة للمسبح الجواري بمنطقة فنوغيل النائية بأضرار ضمن برامج دعم التنمية بمناطق الظل. مئة وتسع واربعون حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتماثل 137 للشفاء، وتسجيل 7 وفيات جديدة. الشركة الجزائرية لصناعة السيارات تسلم المديرية العامة للغابات 80 سيارة للتدخل الأولي لمواجهة حرائق الغابات. وكما تبعتم السلوك الحضري والحس البيئي لشباب جمعية السلام، يعيد البريق لحي سوداني عبد القادر بالوزداد العريق. أخبارنا تم، تقبلوا تحيات فريق الخدمة، إلى اللقاء. We'll be right back.